طبعا زينب بفقرتنا الأخيرة رح نحكي عن موضوع كتير حساس، وما في بيت يمكن اليوم إلا بيعاني من الأثار السلبية للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يلي يمكن الأطفال من أعمار صغيرة للأطفال بأعمار كبيرة للمراهقين وحتى الشباب اليوم دور الأهل حتى الناضجين تماما. زينب بتحسي انه انعدمت الحياة وتوقفت وصار في بس انستغرام فيسبوك كل وسائل التواصل الاجتماعي، كيف الاهل بيقدروا يضبطوا هذا الشيء مع اطفالهم وحتى مع المراهقين او حتى غربلة الاشياء اللي ممكن يشوفوها او حتى يتابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن اليوم فينا نعتبرها مشكلة العصر؟ رح نعرفها بالتفصيل طبعا زينب مع الدكتورة غالية سعيد، دكتورة بعلم النفس. يسعد صباحك غالية وكل عام وانت بخير. صباح الخير وكل عام وانتم بخير يا رب. ينعاد عليكي بالخير والصحة يا غالية. خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع اللي كثير عم نعاني منه، صرنا بشكل عم بيأثر على تكوين شخصيات وخاصة الفئة الأخطر هي المراهقين. تمام. قديه اليوم مواقع السوشيال ميديا بتأثر بتكوين شخصيتهم أصلا منهن من غير شيء في تمرد عندهم، فكيف أكيد. إذا شافوا عادات غربية تمام. وغريبة عليهم. تمام أكيد سيدتي، مثل ما تفضلت وتحدثت بالبداية أنه نحن عم نأخذ الموضوع بحالتين بكلا الوجهين، يعني مثل ما قلتي وقالت فرح كلمة كتير حلوة أنه هو عم يبدأ من الفئة العمرية الصغيرة لينتقل طفولة مبكرة لمراهقة وحتى للناضجين أحيانا، يعني حتى عم تقطع مرحلة المراهقة الناضجين ما عم تقدر، نحن الكبار ما عم نقدر أحيانا نضبط حالنا، خاصة أنه عم بيصير في كتير يعني محاولة أنك أنت تعرفي معلومات تعرفي أفكار تعرفي قصص أخبار تقدري. نميمة شو صاير بالدنيا شو صار اليوم، فأحيانا أنت بتشعري أنه أنت ما عندك مورد لحتى يزودك المعلومة أساسية، فللأسف نحن نروح منلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي ومنبلش بقى منصدق من كل قطرة أغنية ومنركب قصة على كيفنا، هي اذا كنا كبار وناضجين وعندنا محاكمه عقليه، فما بالك بهدول الاطفال. خليني اقول انه اللي بمرحله المراهقه اللي بيكون بالنسبه كل شيء لهم هو معتقد جديد، فكره جديده، مبدا جديد، شيء انا ما بعرفه بسرعة. تمام، هو قابل للتصديق. ليه؟ لانه انا ما عندي خبره بهذا الموضوع، فانت شو ما حتقولي لي اوكي رح اصدقك، خاصه اذا كنتي انا مثلا حدا بتعامل معك قبل، فغالبا هن بيلجأوا لهدول الاماكن او اماكن التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، اكثر شيء هدول بتلاقيهم، لانه ما في حدا يزودهم للاسف، صرنا بمعلومه مباشره، بمعلومه حيه. يعني تتذكروا لما كنا نحن صغار قبل ما تكون هذه وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، كنا نسأل تيتا، جدة، ماما، بابا، الجارة، أي حدا، وهيك لمعة عيونك وانت عم تقول له عن جد إنه هيك القصة هيك بيصير، وهيك تضلي هيك صفناني هيك 10 دقايق ويمكن تحلمي بالقصة اللي بيحكوا لك إياها انه مثلا على قصة او على شغلة. ليه؟ لانه انت اساسا كنت تاخذ المعلومة من شخص حي قدامك وتتفاعلي فيها وتتفاعلي معها وتاخذيها انه هي ايه لازم تصير وتضل معك. اما هلا لما عم بيدور على حدا يعطيه معلومة، فللاسف عم بتلاقي كل العالم مشغولة بقلب بعضها، كل الناس مشغولة بكتير قصص بيوميات الحياة وبقصص فما عاد في حدا جاهز، فللاسف بيروح لهنيك وبياخذ معلومات مغلوطة، في شيء صح، في شيء سلبي، في شيء منيح، في شيء مانو منيح، وبياخذ عليها وبيركب معتقدات ومبادئ وبيجي بحاججك فيها، يعني بيقول لك ايه لا انا مو هيك انت بتعرفي او معلومتك غلط، انا هيك قريت او هيك شفت او هيك تصفحت. تمام. فالموضوع كتير خطير اذا ما كان في مراقبه عليه، اذا ما كان في حدا عم يتابع هذا الموضوع، اذا ما كان في حدا على الاقل عم يساله شو قريت اليوم شو شفت اليوم، هتحكي لي لناقش انا وياك القصه، بجوز انت عم تاخذ معلومات او اشي غلط. كمان يمكن غالية إذا بدنا نحكي بخصوصية أكثر، اليوم بدنا نحصن عائلتنا، كل شخص عنده شاب مراهق أو حتى صبية بدها تحميهم، نحن عنا عادات كتير حلوة بتعودنا عليها من لما ما كنا صغار وحابين نربي أولادنا المراهقين عليها ونكمل، ما بدنا هي الأفكار يلي ما بعرف منين عم تتاخد وهي دائما عم بتكون أغلبها أفكار مغلوطة وبتأذي عاداتنا وكل الأخلاق يلي تربينا عليها، كيف بنقدر نعمل هذا الشيء بحقيقة وواقعية؟ لأنه اليوم مو سهل نحن نجي على المراهق ونقول له ممنوع ومسموح ونراقب وورجيني شو عم بتشوف. أكيد. من ولد مشكلة تانية. صح. هلا الفكرة اللي حكيتيها كتير حلوة، نحن قبل ما نطلع مرحلة المراهق أنا بدي أسألك إنه حتى البيبي الصغير 4 و5 سنين
عم تقدري انك انت تمنعيه عن انه يمسك تليفون؟ هاي الفكره. او عم يحضر تلفزيون؟ اكيد لا. فالفكره انه انت وصلتي بوقت انت ما فينك تمنعي عن وسائل التواصل الاجتماعي، لان الحياه صارت مرتبطه كثير وصار هو احد المحركات الاساسيه. بس الفكره انه انا دائما امشي معهم بنفس الوتيره، يعني انا امشي انا والتكنولوجيا معهم بنفس الوتيره. يعني انا ما فيني اقول له لا تمسك تليفونك، ما فيني اقول له لا تحضر تي في، ما فيني اقول له لا تسمع برامج، ما فيني اقول له هذا الشيء كله، لانه حيتهمني بانه انا حدا ما انا متفاعل، وانه انا حدا ما بده اياه يتقدم. هيك هيك برايه هو، هيك بتفكيره. فانا الفكره انه انا بقول له لا، انا بمشي انا وياك سوا، وكل شيء قريته او كل شيء شفته او كل شيء حضرته برجع لعندي لاتناقش انا وياك بالمعلومه، مو لتاخذ رايي بالمعلومه. احيانا تلاعب بالالفاظ او استخدام الالفاظ مع هذا المراهق هو اللي بيكون فيصل حقيقي لحتى تقدري تغيري له عن جد فكره. تماما. يعني بنت قولي له انه انا عم راقبك، بنت قولي له انا عم شاركك، انت تنتهي عن تدخلي بالموضوع، بس هو بالنسبه له كلمه مراقبه انه انت بتعتبريه حدا ما ناضج. تمام. وممكن يثور عليك ويعمل لك قصص ويعمل لك مشاكل انه ما بتثقي فيني ماشي، بس بينما تقولي له انا عم شاركك، حابه اعرف انت شو قريت، شو شفت، شو حضرت، فهو ايه انه انت حابه تاخذي رايي، فهو بيتناقش معك وبيفتح لك الموضوع اكثر. بس انه نحن نقدر نمنعهم عن هذه الاشياء كلياتها؟ اكيد لا، من قبل ما بيكونوا اطفال لحد ما بيقطعوا مرحله انه يصير عندهم وعي. لانه لو انت منعتيهم رح يسمعوا من برا، حيشوفوا رفقاتهم بالمدرسه، حيسمعوا اقربائهم كيف عم يتحدثوا بالموضوع. فالفكره انه تعا كل يوم انا اخر النهار احكي لي شو قريت، شو شفت، لاحكي لك انا شو قريت كمان، شو شفت وشو حضرت وشو رايك بهذا الموضوع. ما بتتخيلوا فكره اذا عندك مراهق بالبيت بس تسالي هذا السؤال السحري، شو رايك، او اعطيني رايك، او انا حابه شاركك، او حابه اخذ رايك، بيهمني كثير تعطيني رايك، فورا بيشعر انه هو صاحب مسؤوليه، وانه هو صاحب قرار، وانه انت محترمه الكيان وكيانه. تمام. وهو انت اذا بدك تملكيه بهي المرحله اللي حقول لك كثير فيها عنفوان وفيها كثير قوه، بس اعطيه قياده بالموضوع، انه حابه اخذ رايك، بهمني رايك، بعرف انه ارائك ممكن تطلع حلوه، بعرف انه عندك اهتمام بهذا الموضوع. هي المشكله اللي عم بتصير معنا كامهات او كاباء، انه دائما بعتبره انه هو سوري على الكلمه، لو انت ما بتفهم، ما بتعرف، ما بتقدر. وبقول له دائما انت شو خبرتك بالحياه؟ تمام. انت شو تجربتك بالحياه؟ من وين جاي عم تعطيني معلومات؟ او بقول له هالكلمه معقول هلا كبرت وصرت بدك تشارك بالموضوع؟ هالكلمات كلها مؤذيه، بتعمل له بتخليه اكثر يعمل عليكي، يعني عليكي مشاكل اكثر، ويعمل لك عن جد مجابهات اكثر، وبالتالي بتوصلي لمرحله تقولي انا عاجزه اني انا اتصرف معه، لانه هو عم بيسير حاله بحاله. فهي بس مفاتيح، يعني تلاعب بالالفاظ، تغيير مصطلحات، احتواء اكثر. والا انا ما فيني تماما ارفض انه انا والله ما بتاخذ موبايل. في اشخاص كثير للاسف بتفصل النت يمكن عن البيت، بتاخذ التليفون منه، ما بتخليه يتواصل مع حدا، خاصه بتلاقيها بعدين امتى لما يكون شهاده انه معودته من قبل مع موبايل تسحب منه بالشهاده بجن، يعني أبداً. ما بيركز. وهذا فكره تصرف كثير ما انه ناجح. واكدوا تماما انه كل اللي اخذوا منه التليفونات او صادروا لهم هالقصص هي كلياتها، لو درسوا ولو قعدوا حبسوا بالغرفة، هو عم ينطر الساعة اللي انت وعدتي فيها انه رح اعطيك التليفون، رح يروح بنهم انه انا بدي افتح كل شيء. بتعرفوا قاعدة كل ممنوع مرغوب. تمام. صحيح. اكيد. بس غالبا بالك اذا عم يسحبوا تليفونات من بعدك. نحكي عن هي النقطة زينب، قديش نحن لما كنا اصغر بالعمر كنا نعرف انه نحن بنحمل موبايل لما منقطع البكالوريا وبصير هو له لزوم وداعي بحياتنا. اليوم عم نشوف طفل صف سادس خامس عم يحمل تليفون. صح. ومن الأجهزة الذكية اللي قادر هو يفتح على أي شيء بده إياه بدون مراقبة الأهل. تمام. هذا الشيء كمان غلط غالية. كيف الأم بتقدر تقنع طفلها أنه هو لمرحلة معينة لما بصير يمكن أوعى هو قادر يحمل أجهزة ذكية أو تليفون؟ هلا السؤال كيف بدي اقنع الام بالاول انه هو ما يحمل تليفون؟ لانه للاسف احيانا عم تعدي مع الام او عم تتحدثي معها عم بتقلك ايه انا لازم هو يحمل تليفون. اوكي، اذا عنده مكان بعيد، عنده مشوار، عنده انت بعتيه على مكان، اكيد لازم يحمل تطمني عليه. بس في فرق، انت شو عم بتحمليه تليفون؟ فيك تعطيه تليفون تقدر تطمني منه عن طريق مكالمه وانتهى الموضوع، وفينك مثل ما تفضلتي انت عم يحمل تليفون احسن منا نحن الكبار، فيه كل الامكانيات وفيه كل الاشياء. وهي بنفس الوقت للاسف عم تعتبر انه هي فكره لحتى يلتهى عنا شوي، خاصه اذا كان ولد كثير الحركه او كثير الاسئله او كثير الضوجه وعنده زياده نشاط بالموضوع، فهي برايي انه هي عم تضبط نشاطه او عم تضبط حركته، فانه يلا ماما حضار افلام كرتون. انا هون بهالطريقه شو عملت؟ نهيت دوري تماما كأم، لغيت على كل شيء اسمه ممكن هذا الولد يعمل اي نشاطات خارجيه. ما بتتخيل انه انا شو بعمل له؟ بعمل له ركود دماغي،
يعني انه هذا الطفل اضطرابات تواصل يعني حتى عند الصغار عم نشوفها احيانا منه بتلاقي ممكن كان بيحكي معك بعد فتره بتلاقي صار الحديث معك كثير ثقيل انه عم يتحدث مع آله، فهو ما له بحاجه انه انت تصلحي له مفردات ولا تصلحي له نطق حروف، هو ما له بحاجه الآله التليفون او الكتاب اللي بايده لحاله عم يفهم عليه من خلال ضغطه زر، ما عاد في حدا يصلح له او يقول له هالكلمه خطا او هاي الكلمه صح. فانا بدي ارجع لفكره اساسيه انه انا ليه عم بعطي هذا التليفون، شو الفكره انه انا عم بعطي؟ اكيد مو هي لحتى انا الهي، في عندي اكثر من وسيله لحتى الهي، انه بدي اطمن عليه اذا رايح مشوار انا معك وهذا حقك، بس فيني انا اخذ شيء بس يقدر انه احكي معه اطمن وين وانتهى الموضوع. نعم. وبعطيه تليفون هو اكبر من قدراته، بعدين بقول له انا ما عم بقدر سيطر عليه. هيدي هون الفكره انه انا اللي لازم يعني انا اشتغل عليها واعرف انا شو عم بعمل. اما انا افرض كل الامكانيات قدامه وبعدين اقول له لا ما في، صعبة شوي كثير مو شوي. طب غالية يعني هلا بوقت صار كل شيء متاح ان كان للصغير للمراهق حتى للناضج مثل ما بنقول، هون عاداتنا نحن وتقاليدنا والضوابط اللي نحن المفروض تكون موجوده يعني حتى تضبط تصرفاتنا راحت تماما بهذا الزمن. صحيح. يعني ما عاد في ضابط، ما عاد في حدود، عم نشوف كثير من الاضطرابات العائليه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر عن العمر، لكن الفئه مثل ما قلنا الاكثر تضررا هي المراهقين. صحيح. لانه هي بناء شخصيه وعم يتعرفوا على عادات واشياء جديده، ف انه عادي بيقولوا لك عادي اليك الاجانب كيف عم يعملوا لك عن النت كيف صار. تمام. فاليوم دور المحيط ودور العائله بضبط هذا الشيء قد ايه مهم، يعني خلينا نحكي حتى عند الناضجين كيف بيمكن يرجعوا عن هذا الشيء المتاح. لك الفكره السؤال اللي طرحتيه كثير مهم، فكره انه انا بدي اطلع بعاده او تقاليد او انت قلتي ايه برا هيك بيعملوا او مجتمع مثلا ما هيك بيساوي او هيك. طب انت قبل ما تاخذ اي معتقد او اي فكره او اي شيء نحن قريناه او شفناه، انا بدي اسال حالي هذا السؤال، هذا الشيء بيشبهني؟ نحن غالبا اذا شيء ما بيشبهنا وبدي اجي انا بسالهم من باب التقليد، سال حالك السؤال طب اذا انا ما اولا اذا بيشبهني او لا، بيناسبني او لا، بيناسب على الاقل ما حقلك المجتمع، بيناسب العائله اللي انت ساكنه فيها او قاعده معها او عم تتعايشي معها، هذا الشيء بيشبهون بيناسبهم؟ يعني مو فكره كثير حلوه، في اشخاص بتحب تعمل حالها هي المميزه فبتاخذ هيك جنب على حالها انه هي بتعمل، خاصه المراهقين التميز والتفرد يلي بيحبوا يكونوا فيه. اكيد. طب هن ليش بيعملوا هذا التميز؟ لانه انا بحسسه انه انت حدا كثير هيك كائن غريب علي داخل، او بستعمل هي الكلمه المؤذيه كثير، اخواتك لما كانوا بقدك ما عذبوني مثلك، او فلان او شوف فلان، بعمل مقارنه. فبالتالي هو شو بده يعمل؟ بده يروح يتبنى عاده غريبه اللي هي لفت لك نظرك ليرجيكي انه انا اللي ماني عاجبك شوفي كيف عم بعمل لك شيء غريب، او لحتى تعطيني شويه اهتمام، او لحتى تنتبهي علي احيانا شوي اكثر، لانه هو اساسا ما بيعرف شو عم بيصير عنده فوضى هرمونات بجسمه، ما بيعرف شو عم بيصير عنده فوضى مشاعر وافكار ومعتقدات ومبادئ، ومنك شوي ومننا شوي ومن فلان شوي ومن كل شيء شوي، فانا اساسا ما بعرف شو عم بيصير معي، فبالتالي انا بحاجه اني انا اعمل ضوضاء كثير حوالي حتى الكل خليه ينتبه لي. فانا بدي ارجع للفكره اللي تحدثتي عنها، انه انا اذا اخذ عاده بس اول سؤال بسال حالي انه هذا بيناسبني بيشبهني؟ يعني على قبل العاده حاسالك سؤال، اذا انا قلت لك روحي البسي زي معين لمكان معين، اول شيء حتقولي لي يا ترى بيلبق لي؟ هي عم ببدا ثياب. طب اذا لقيتي انه بيلبق لك فممكن شوي تتقبلي الفكره، بعدين بتروحي لمحيطك لابق لي؟ حاسين انه حلو؟ اذا محيطك يتقبل الفكره فانت بتصيري بتطمعيها وبتضلي بتلبسيها الى انه تصير انه العالم تقلدك او تصير انه هذا نمطك. بس اذا انت رايحه جايبه زي ما بيشبهك ولا بيلبق لك، وبلشت الناس تستنكر هذا الموضوع تقول لك لهيك لابسه؟ شو عم تعملي؟ ليش هيك عم تستعملي؟ ليش هيك شيء؟ فانت عرفتي انه هذا الشيء ما بيناسبك. فنفس الفكره مثل ما نحن بنلبق ثيابنا وبنختار اكلنا وبنختار كل شيء وبناخذه انه بيلبقنا، ليش ما عم نفكر انه انا الشيء اللي عم بقراه ولا عم بحضره ولا عم شوفه بيلبق لي؟ بيناسبني؟ بيناسب المكان اللي انا فيه؟ ولا بس الشطاره انه انا اطلع بشيء متميز وشوفوني شو عم بعمل؟ اكيد لا، لانه اذا بس فكرتي هيك فانا باكد لك تماما انه هي ومضه وبعد كم فتره تختفي وانا بنطفي معها وبروح التاثير كله اذا كنت انا عم بعمل بس محاوله تاثير. تمام. غاليه يعني نصائح اخيره بتحبي توجهيها لكل ام ان كانت وقعت فعلا بهي المشكله وهذا المطب يلي نحن عم نقول قد ايه خطير وعم ننبه عنه، او حتى الامهات يلي فعلا حابين يحسنوا عائلتهم يحسنوا اطفالهم سواء المراهقين او حتى الاطفال؟
اول شيء خلينا نكون حساسين عن جد بمرحله المراهقه، هي مرحله طبيعيه، وهذا الشخص اللي عم ببين مراهقه هو ما له عمل ذنب يعني، فعن جد ترفقا فيه يعني، ما في داعي اولا للمقارنات، وما في داعي انه يي انت مراهق انه نحسسه بالذنب. ثاني فكره انه عن جد نحاول قدر المستطاع نحتوي هاي الفكره، لانه نحن نتذكر حالنا مرينا فيها بس كانت ظروفنا مختلفه. بالنسبه اذا كان انا في عندي تواصل اجتماعي هيدي القصص كلياتها ما فيني امنعه، برجع بقول شو ما عملتي انت وصلتي لوقت ما عاد فينك تمنعي مراقبه بطريقه صح. اكيد، واهم شيء اعطيه القياده مثل ما قلتي كلمه كثير حلوه، شاركي بكل شيء، لانه لما بتشاركي رح تقدري عن جد تكوني ان انت ضابطتي، ما تجي من فوق لا تعي من كل الجهات، لانه بكل الجهات انت بتكوني قادره تضبطي. شاركي وخدي رايه، بالنهايه هو كينونه وله راي وله قرار وهو مقدس، لانه هو انسان بالنهايه. ما تمنعي عنه وسائل التواصل الاجتماعي، ما تخفوا التليفونات وما تطفوا النت وما تعملوا حجر عليهم وما تحاسبوهم وتاخذوا تليفوناتهم، لانه هي ما بتجيب نتيجه. عندهم الف طريقه لحتى يرجعوا يعملوا عصيان على هذا الموضوع ويرجعوا يستعملوا تليفوناتهم. فبالتالي لا، انه تعا انا وياك احكيني، اللي شاركني اعطيني رايك، شو حضرت، شو استفدت، شو كانوا عم يحكوا، فبالتالي رح افتح مجال كثير للتواصل، رح اتقرب منه وعن جد رح يكون رفيقي يوما ما. نعم، شكرا كثير يا غالية على وجودك معنا بآخر 2020، إن شاء الله نشوفك بالسنة الجديدة. شوفك السنة الجاية بكل صحة وخير يا رب، شكرا لوجودك معنا. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله السعادة بتكل قلبكم على طول. ينعاد عليك يا غالية، شكرا لك.